والناس في المانيا تحتفلوا براس السنه. انا قنبلني وقنبل سنة في مدينة في ألمانيا من مدينة شتوتغارت. الناس يحتفلون برأس السنة هنايا فرحانين، الناس ناشطين، هذاك الشعب المغربي الشفارة الناس يحتفلوا فرحانين برأس السنة. هذا الصندوق في القرعه ديال المول هذا وغيدير فيه داك الصاروخ. هاو داك الصاروخ غيطير دابا حتى فرقع في السماوات العلى. مشى جيت انا زيد على الممتاز. هذا اللايف غادي نصيفطو لكم من بعد الفيديو هذا، غنصيفطو لكم في اليوتيوب. نتمنى من الله تفرجوا فيه. نديرو على الجيم، تعرفو الناس اللي وصلو بزاف، هاد الناس اللي وصلو بزاف أي حاجة في الاحتفالات ديالهم. الشارع الشمالي غدا في الصباح تلقاه كلو زبل، بلاد متفرقعات، ولكن في الغدلين إن شاء الله في الليل تلقاه كلشي نقي، لأن هاد الناس مهتمين بالبلاد ديالهم. حاضين البلاد ديالهم مزيان، ما كاينش الغش، ما كاينش السرقه، ما كاينش السرقه. المهم الناس المهم دولة الحق والقانونية هذه هي مدينة هي دولة ألمانيا. المهم الناس فرحانين اي بلاصة، واخا شوية ديال القانون تيجي الناس شوية قاصح، ولكن كل شيء مزيان الحمد لله. الآن رجال المطافئ الآن بدأوا تشاهدوا هذه سيارات الإسعاف. تقول حوادث هنايا، ولكن دائما صار الاسعاف دائما كتكون متواجده بواحد القوه تسيطروا على كاع الاماكن. شاهدوا هذه سيارات اطفاء بسرعه مشاو. احنا معرفوا بان كان خطر الان، عندهم خدمة بزاف هاد الناس.